خبر لأعضاء النادي الأهلي 23% زيادة في إيرادات منتجع الأهلي بمطروح ومصيف مارينا، نقلة كبيرة جدا. منتجع النادي الأهلي في مرسى مطروح كان في قلب اهتمامات مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين، وحصل فيه طفرة كبيرة جدا جدا وتطوير أيضا كبير جدا، وصل ل 95% وهي النسبة الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة. بعض الأفواج وصل نسبة الإشغال فيه ل 100%. أعمال التطوير شهدت منتجع مرسى مطروح منها زيادة عدد خطوط الإنترنت، توسعة نطاق التغطية لتشمل أكبر مساحة، بالإضافة إلى صيانة جميع الشاليهات، ده خبر طبعا لأعضاء الجمعية العمومية، وإتمام أعمال الدهانات مع قيام الإدارة الهندسية بكافة أعمال الصيانة اللازمة، وهو ما نال استحسان الجميع. دي صور أرشيفية قدام حضراتكم من هذا المنتجع. كمان تحديث لائحة المنتجع الداخلية ونظام الحجز وتحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية مع تجهيز الإعلانات اللازمة للحجز وتوزيعها على مقر أو في مقر النادي وفرعيه في مدينة نصر والشيخ زايد. دي الخدمات اللي طورت وترتب على ذلك إقبال طبعا عدد كبير من الأعضاء بشكل غير مسبوق. وصل عدد الأفواج ل 23 فوج وتجاوز 2900 عضو، إيراد تخطى 5 ملايين، يعني نسبة كبيرة جدا ما شاء الله ما شاء الله، وإن شاء الله في زيادة دايما. كمان مصيف مارينا برضو في اهتمامات مجلس الإدارة، برضو في إن شاء الله يكون في نقلة كبيرة. الساحل الشمالي مارينا 5 شاطئ الأهلي، إقبال كبير أيضا، تم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة بحثا عن الأفضل وما يتناسب مع أعضاء النادي الأهلي. يضم المنتجع مسرحا كبيرا لإقامة الحفلات وشاشات عملاقة، كما تم إنشاء ملعب للكرة الشاطئية وملعب كرة قدم، إلى جانب وجود منطقة خاصة للكافتريات والمطاعم. شاطئ الأهلي يوجد فيه أيضا فندق إقامة مخصص لأعضاء الأهلي وما يتناسب مع الأسر، مجاور لمنطقة الخدمات لتلبية كافة متطلبات الأعضاء وتوفير احتياجاتهم. منتجع الأهلي في مارينا 5 بالساحل الشمالي نقلة نوعية كبيرة وجديدة من حيث الخدمات التي تقدم للنادي الأهلي. يعد النادي الأهلي هو الأول والسباق في امتلاك شاطئ خاص للأعضاء، وده الطبيعي وده العادي للنادي الأهلي.